مشاهدينا الكرام برايم النجوم، ونحب نستقبل بحب كبير الفنانة التونسية رجاء. يا ما لقيتني بنظرك يا شامتة في عذابي، يا شامتة في عذابي، قلبي محرق على الجمرة، قلبي محرق على الجمرة، قلبي محرق على الجمرة، ولا سخفتي على خليلك. عفي على الخالي يزيك، اشفق على القلب داري، عفي على الخالي يزيك، اشفق على القلب داري، اشفق على القلب داري، حتى زين ما يشابيك، حتى زين ما يشابيك، يا زينة الصحاري، يما قلبي تعبى، يما راسي شاب، يما قلبي تعبى، يما راسي شاب، ناري نار محبة، ناري نار محبة، حل علي كتابي يا يما، يما قلبي تعبى، يما راسي شاب، يما قلبي تعبى، يما راسي شاب، ناري نار محبة، ناري محبة، حل علي كتابي يا يما. ولد الرمشة يما ما نبراش، قلبي عذب برشا وريق ما تبطغش، حتى ولد الرمشة يما ما نبراش، قلبي عذب برشا وريق ما تبطغش،
عدى ولد الرمشة ياما ما انا براش قلبي تعدي برشة وريقي ما تفطر داي داي دارا دارا داي داي واللي تطلب تلقى ملوع فوق فراش يتولع بالقمشة حركت الأجنبية ياما ياما قلبي تعبى ياما راسي شاب ياما قلبي تعبى ياما راسي شاب ناري نار محبة ناري نار محبة هلا علي ياما فري ليها وقولي لما يمتها وليدي ما تعنيها حركة محبتها ياما فري ليها قولي لما يمتها وليدي ما تعنيها حركة محبتها ياما فري ليها وقولي لما يمتها وليدي ما تعنيها حركة محبتها داي داي طلبوا فيها نعطوها لعيلتها ما يلها شي بيها ملوح في محراب يا يما يابا قلبي تعبى يما راسي شاب يما قلبي تعبى يما راسي شاب ناري نار محبة ناري نار محبة حل علي كتاب يا يما على الزين الغالي يا البيا عالزين الغالي عالزين الغالي يا البيا على الزين الغالي عالزين الغالي يا غنشة يا زاوية بالي يا البيا زين الغالي بيا على الزين الغالي عالزين الغالي يا البيا على الزين الغالي طالعة للغابة مع العزابة طالعة للغابة مع العزابة طالعة للغابة مع العزابة شطة ومصوابة تونسية سعرة ليبانية البيع عزين الغالي بيع على الزين الغالي عزين الغالي البيع عزين الغالي عزين الغالي يا غنشة يا زاوية بالي يا البيت عيونها العسلية طالعة فعشية عياها العسلية مهما تخلي فيا سحرتي وخطفتني عالزين الغالي يا البي عالزين الغالي عالزين الغالي يا البي على الزين الغالي عالزين الغالي يا غنشة يا زاوية بالي يا البي طك وطبالة يسوى ورجالة تاكو طفالة يسوى وتجالة عربية تاكو طفالة يسوى ورجالة تاكو طفالة يسوى ورجالة يسوى ورجالة فيهم العزيز علي البي عزين الغالي بي على الزين الغالي عزين الغالي البي على الزين الغالي يلا بها يلا بها يلا يلا يا مان يا مان
بيع نسين الغالي عزين الغالي يا غالي يا زهوة بالي والله 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 يا عزيز عليا. ميرسي. اهلا محسن الشريف رجاء بن سعيد، اهلا وسهلا بكم. قبل ما نبدا معاهم في الحوار نحب نقول تنجموا تربحوا كهرباء على الرقم 85 890، تكتبوا هاشآ وتتمكنوا اس ام اس ربما او اكثر من اس ام اس، تنجموا تربحوا كهرباء في منوعة الاحد. رجاء بن سعيد اهلا وسهلا بك. اهلا بك رزوق، اهلا بك مها، سي محسن جلول، مرحبا بكم سادة المشاهدين. المشاهدين محسن اهلا وسهلا بك. غياب محسن عندك على منوعة الاحد. استر بيني وبينك حسين ويقعد. يلا دلجينو. نمشي مباشرة ميكرو أتاك وبعد نرجع باش نحكيو مع ضيوفنا. ميكرو أتاك. ميكرو أتاك، نحب نشوفوا الصورة هذه ونخلي التعليق مباشرة المهاء شتورو. يلا نشوفوا الصورة الأولى في ميكرو أتاك. وفاة ريم الغزالي صديقة مها واللي هي من في الجزائر بالطبيعة، الفنانة المعروفة والكبيرة الفنانة ريم الغزالي. شو تحب تقول مها؟ حتي تالك في الميكرو أتاك خاطر نعرف مدى علاقتك بها ومدى معاشرتك لها والعشرة اللي بيناتكم. هو والله أنا تو في موقف محرج جدا على خاطر احنا نورمالمون في عشوية نهار أحد. ما يسالش خليلك باش تعزي عائلتها او يرحمها او مساحه الله يرحمها. الله غالب. هي ريم غزالي عزيزه علينا برشا برشا، وانا والله يا عبد الرزاق تعذبت العذاب الشديد. فتره المرض نتاعها اللي طالت بها عام ونص، الحكايه الكل في الكل. احنا كنا خدمنا الجزء الاول نتاع بوقرون، المسلسل اللي تعدى على الجزائرية في شروق في الجروب في الشروق، ومن بعد وتعدى فرد وقت زاد على ام بي سي 4. هذا اخر عمل جمعني بيني وبينها، لكن تجمعني صديقي قبل العمل بيني وبينها. ريم تعاشرنا عشرة الاخوة، معناها عبارة على اخت تسكن في الجزائر واختها الاخرى تسكن في تونس. كان مشيت انا راني بحذايا، كان جات هي راهي بحذايا، ورانا معناها شو نقول لك توا، سي ليموسيون اللي قاعده تتكلم مانيش انا. لكن كي تسكروا الحدود جات الفتره نتاع المرض نتاعها مع تسكيره الحدود عبد الرزاق، ما نجمتش تمشي اكيد. فوالا لا نجمت نسافر لفرنسا، لا نجمت نمشي لعائلتها في الجزائر، لا نجمت نتنقل لحتى شيء، حتى لين قعدنا بالكام قعدنا بالميسنجر. برشا جزائريين يشاهدوا منوعة الأحد، شنو تنجم تقول لعائلة ريم للجزائريين اللي حبوا اللي حبوا ريم؟ أنا نعزي روحي قبل ما نعزي قبل ما نعزي معناه الناس والشعب الجزائري اللي مانيش انا باش نحكي على ريم. ريم تبارك الله معناتها مشهوره في العالم العربي. ريم تيبتها اخلاقها دارهم عائلتها امها مريم اختها سلمى اخوها احمد ابوها، معناتها ما عندكمش حتى لويزا، معناتها مش نحكي لكم مش نحكي لكم، معناتها ما نجمش نلخصها في كلمتين اللي نقول الله يرحم ريم. راهي خساره كبيره للعالم العربي للجزائر. الله يرحم ريم، ريم الطيبه، ريم اللي كيف تجي لتونس رامي عروقها لهنا، خدمت قداش من عائله. ريم ما نعرفش شنو نجم نقول لك، رانا نعديو سويه في القهوه انا وياها، نمشي ونقعد ولا في ريستورون، والله ساعات لا نلقاو الوقت باش نتكلموا على روايحنا، تلمو هي بالخدمه وتلمو انا معناتها
كومبريهنسيف معاها. الله غالب معناتها خطفت ريم 38 سنة 39 تعملهم في جوا، ما خلطتش عليهم. ريم راهي حاجة ما قد شنو تحب نحكي لك عليها، تو نحكي لك معناتها سي 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 انكرويابل. لامور ايت ابسورد، كلنا ماشيين في الدنيا هذه وكلنا باش نموتوا، أما اللي أنا عرفته من الدنيا هذه ومن الحياة اللي الباهي هو اللي يمشي الأولاني، معناها نخسروا العباد، استغفر الله العلي العظيم. أما سي سا سي سا لا في، يا كو لي بون كي بارت لي بروميي. معناها ما تنجمش تفهم الحكاية هذه، أنا تعذبت برشا وتعبت برشا نتابع، معناتها وليت نلحلح بأصحابي. عندنا دي تكنيسيان قاعدين يخدموا في مسلسلات في الجزائر واحلين وعالقين غاديكا، نلحلح بهم ونقول لهم بربي مشيوا لدفينا بربي. معناها كان تنجموا باش تصوروا لي صوروا لي، وأنا باتصال دائم حتىش لآخر دقيقة، حتىش اللي نردوا عليها التراب. وهاكم شفتوا معناها دفينا نتاعها كيفاش وشكون اللي جاي، وزيرة الثقافة، الأعيان نتاع البلاد، الناس كل جات الريم من برا. نعرفش كيفاش نجموا يدخلوا الجزائر مسكرة، أما جو بونس الناس اللي قعدوا غاديكا واللي عالقين معناتها في الجزائر هما اللي حضروا في دفينا، وكانت دفينا كبيرة والله يرحمها على خاطر الله يرحمها. محبتنا ليها الغزالي، ونعزيه الشعب الجزائري وعائلتها وكل الناس اللي عرف ريم الغزالي سواء عن طريق المشاهدة أو عن قرب كما مهاء شكر. خليك مهاء ترتاح شوية، نمشي للدلاجي. ما يسالش مهاء، تفضل ارتاح. بالحق مشاعر كبيرة، كانت علاقة تربطها كبيرة مع المرحومة ريم الغزالي. دلاجين واهلا وسهلا بك، مبروك حزب العلم، مبروك. حاجة الله غالب، أنا منضبط ما تبارك الله الكياس، ربي يسامحوني. نعرف. يبارك فيك، ربي فضلك، مشاركتك محلاها، رجاء مها. تقريبا أغلب الناس شاركوا في هذا العمل. أي أغلب الناس. محسن موجود فيه؟ لا، إن شاء الله فرصة جاية وعنده محسن عمل. عليه مش موجود. والله. فنان تونسي. بالكتبة بالكتبة. كل شيء بالكتبة. وراسه حي وتونس بخير. ما اتصلش بيك الدلاجي؟ الحقيقة نحب مسيرش هي فرصة. الله يتو يجاوبك على السؤال هذا يا أخونا مصطفى. دلاجي بيه هو تصل والله بيك ولا ليه؟ خلينا نفهم والله يتورى والسؤال جاء لخاطري تو. عبد الرزاق بريء تو بالقوي، أما والله بريء والله معاك ورحمة بارك. خليني نقول للتوانسة، أنا استدعيت خويا محسن الشريف صب صوته، من بعد نلقى ناس اتقلقت، ما يسالش نحكيو فيه حتى 30 سكوند. اي ما يسالش، ليه على الاخر؟ ما عندناش شيء ممنوع نحكيو. بالضبط التوانسه، شارك خويا محسن محلاه ولبى نداء الواجب، خليني نقول خاطر كل انسان المهم هو جاء ولبى جاء ومحلاه 30 سكوند الو راهو كذا كذا، قال لي معاك، جاء في الوقت بالضبط. أي. صب جملته مريقل محسن، نعرف مريقل. من بعد في جات نوع من ال مانيش عارف انا مقايضات اللي كنت دلاجي ليا انا، دونك انا قلت مقايضات من اكثر من 20 شخص. شنو هي نوع المقايضات؟ باش نقول للتوانسه باش نبدا انا بريء. اي بريء، خاطر انا مش ربي، انا عبد ربي على الارض، نعيش ونسامح وننسى فما نعمه النسيان. جاسه بصوته محلاه يهبل، تصور مع اصحابه بوليميك كل يوم، يهبطوا لي فيديو 20 15 18 اللي جاوا صبوا يهبطوا ويشيخوا ويعملوا اشتاك حزب العلم. بعد جت مقايضات، من حق كل واحد مقايضات مش في النيجاتيف، مادام سي محسن شريف موجود في العمل بويسكو هو مشى غنى في اسرائيل وانت غنيت في فلسطين، انا نسيت خاطر انا نسامح وانا نعيش باش نسامح ونعيش باش نقدم. دونك انا قلت الحمد لله، انا قلت نعمة النسيان ونعمة الوجود وربي طول في عمرنا، والدليل انا بحذاك وعندنا عمل قاعدين نسجلوا فيه. أنا نسيت ومش من حقي باش نحاسب، فما ربي حاسب، فما قانوني حاسب. هنا علاقات اجتماعية دخلت فيها، محسن الشريف موجود في العمل، احنا ما نجيوش. من حقك، من حقك باش تقول لي أنا ما نجيش خاطر محسن الشريف. أنا قلت في اللحظة هذيا شنعمل، نمشي هكا ولا نمشي هكا؟ نخسر 20 شخصية في وسط العمل ولا نخسر محسن؟ ولا نخسر محسن. أنا ضحيت بمحسن وأطلب السماح من محسن، ضحيت به، قلت النجم مع الوقت أن يتفهمك محسن، يتفهمني ونجم نصلح، ما نجمش نصلح مع 20 وانا نجري كونتر المونجيلا. دونك يزموا من 20 يجيو يصوروا، ومن بعد فما اللي شكون قال لي يا ليت وصور، خاطر شوف ربي سبحانه. يعني انا خليني نحوصل كلامك دلاجي، انه زملاء الفنانين هناك من زملاء الفنانين بعض الاسماء هما قالوا اذا محسن في الاوبيرات ما نجيوش نصور، موجودين ما نجيوش نصور، خاطر بعد ما صبوا الاصوات اكتشفوا بتصور وراوا الفيديوهات اللي عملتهم انا وعملهم الناس. هل صرحت محسن بهذا؟
والا تهربت شويه كما تهرب محسن مرة علي. لا لا انت تعرف اللي انا ما نتهربش. أي. انا قلت ليش إيه؟ انا غزرت الكاميرا في التاسعة وقلت محسن الشريف اقصيتك من اجل 20 شخصيه، ما نجمش نحل 20 اكس نتاع عارك ولا مشاكل ولا كونفلي نضحي بيك. وهاو قلت لك انا اطلب السماح، انا نسامح والدليل توني مش من حقي انا نعاقب ولا انا نقيم الناس ولا نقاعد الناس، انا كقيمه فنيه وكمواطن تونسي من حقي باش يكون موجود. انا نسيت والدليل كوني هزيت التليفون وكلمتك بالحق، انا مش نحاسبك، امورك الشخصيه امورك انت. لا يتحمل مسؤوليته. فما ناس دخلت معايا في مقايضات ونعذركم، نعذر الطرف الاول والطرف الثاني، لكن انا لقيت روحي قدام زوز خيارات صعيبه. زوز خيارات ينضحي ب 20 شخصيه، ينضحي بواحد. فما اللي نعرف محسن خير منه انت بياسر، لكن هو حب يستعمل الوطنيه والقوميه العربيه وحب يعملهم لنا، عملهم لي وحطني قدام خيار صعيب، شنو نعمل؟ استغل الظرف. استغل الظرف، ما نجمش نواخر، ضحيت بمحسن، اطلب منك السماح. انا ربي يعفو ويسامح، ربي سبحانه ويغفر ويسامح، يعني نحبوا بعضنا وربي يطول في اعمارنا. نحب نقول للتوانسه حاجه، حسن الدهماني ما يعاركش خاطر مات الله يرحمه، منيره ما تنجمش تعارك خاطر مات، احنا حيين نسامحوا بعضنا ونعفو على بعضنا، ربي سبحانه اللي خلق السماء والماء يغفر ويسامح. صفيوا قلوبكم وما تلعبوهاش قوميين ماكش ماك اكثر منا وما يسالش. طلعت حزب العلم تو باش نواجهكم بالحقيقه المره، حبوا بعضكم راكم ما تحبوش بعضكم، وراو اوسخ دومان على الارض في تونس هو دومان الفن. ما كذبش اللي قال دومان عفن، دومان عفن، خلينا نتكلم دومان عفن. واحذر جميع الناس الا ما تصفيوش حساباتكم مع بعضكم اتتخوبوزي وجا نحبوا بعضنا والموت تضرب تسرع. حبني في الدنيا نهار اللي نموت ما تجيش في جنازتي، عندي ثلاثة اولاد وعندي ولد خويا يهزوا النعش. حبوا بعضكم تو، حبوا بعضكم تو، حبوا بعضكم تو، راكم فضحتونا، راكم شوهتونا، راكم فضحتونا. ملا صرخة يا الدلاجي، ملا صرخة، والله صرخة من جوارح، وأنا نعرف الدلاجي، نعرف الدلاجي حساس، ونعرف اللي خرج توا صرخة لأنه الضغوطات اللي صارت عليه شيء كبير، ربما ضغطت شيء كبير يا عبد الجزاء، شو مسكين الطفل ضعف وتعب، ما تمشيلوش، طيب ولي نقيب، ما نوليش نقيب. أنا نقابتي في كرتابتي ولا أنضوي تحت حتى نقابة، أنا ندافع على عاصف الزوالي والفنان اللي بدا صغير، منين جينا إحنا؟ إحنا ندافع على الزوالي، وما عادش فما فنانين كبار، ما عادش، آخر فنان كبير قاسم كافي الله يرحمه، فما توا كبايرية وفياسة، وما تبيعوا حتى شيء، وتغنيوا في مكحول أنظارة، وما عندكمش نجاحات، وبالفيشينغ، وبالبارفان، وباللي كوستيوم، وراكم ما تسواوش. والتاريخ سوف يكنسكم، سوف يكنسكم، كونوا طيبين، راهو ربي يعطاكم صفة الفنان باش تكون أنت اللوكوموتيف نتاع الشعب. مع أن حتى نايب مجلس النواب ما يمثلوش التوانسة، اللي يمثل التونسي الحقيقي هو الفنان اللي يحب واللي يمرر الحب واللي يخلي للتاريخ ويخلي للبلاد وللعباد. حبوا بعضكم، سينو فاتكم القطار. محسن الشريف، تعليقك على اللي كان يقول فيه الدلاجي بكل حماس وبكل صدق وبكل اللي قاله اليوم، كلام نأيده أنا فيه ربما. والله يا عبد الرزاق بكل معناتها تواضع ومن غير إحراج، أنا نأيده في الكلام اللي قاله الكل، يعطيه الصحة. مش عندي تبارك الله أكثر ما مسامحه أنت؟ شنو سامحه؟ شنو هي الدنيا بكلها كما قاعد يحكي توا؟ وشنو هي الحياة؟ وين حسن؟ وين منيرة؟ وين قاسم؟ وين فلان؟ وين فلان؟ هذا شهر الفضيل، شهر شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال للرب سبحانه وتعالى. يلزمنا نرفع أعمالنا بالمصافحة ونصفحوا على بعضنا ونسامحوا بعضنا، ويزيونا كما قال اللي يحبوا يركبوا على أحداث، وكما قال يحبوا يعملوا في رواحهم وطنيين وقوميين. مشات أجيال ومشات عباد ومشات ناس، يزينا السماح توا، توا نحبوا المسامحة، نصفيوا قلوبنا ونبيضوا قلوبنا. لابي توا، لابي بور تو الموند، العالم اجمع، يلزمنا توا السلام. وفاه السياسيين في الحيط حطونا، احنا كان باش ننفعوا بعض. وشكون اللوكوموتيف تاع الشعب؟ الكوارجي الباهي اللي ماركي في الكوب دافريك وكوب دو موند واللي نورونا واللي بكاونا، الفنان. اذا كان انت ماكش قدوه ما تنجمش تنفع البلاد. السياسي راهو جاي مرحليه ويمشي على روحه، مش يعبي الباك وخمس سنين ويمشي على روحه، وفقنا بيهم الا من رحم ربي. الفنان عندي 33 سنه باش حي، انا باش حي فنك وبعطائك وبعطائك وتذوب وتنصهر وتموت من اجل البلاد هذيا. كنت تسيب ديزوديو يا رجاء، فما ديزوديو مسجلين سمعتهم
يبكيو، فما قمم سوا ديزون هما اللوكوموتيف ولاعبين، وما عادش فما كبار، فما اكابريا، فما فياسة. قول لك اخرج من غادي ما تعتصم دلاج يا اخي، انت قيتهم كي مرضته غدوه يخرج له، مش عندي انا، سجلوه يقولوا هكا سجلوه، وكي يحكي في التلفزه تقول هذا اللي كان يحكي في التليفون. واش ساير؟ ساير، ردوا بالكم. والتونسي لا يكتسب سوى الذكاء، والتونسي يميز ويعرف الحقيقي ويعرف الغدار ويعرف اللي يسترزق من البلاد هذه ومصلها في دمها. فيقوا على رواحكم، فيقوا على رواحكم. تعليقك رجال اللي كنت تسمع على قلبي، الكلام اللي كنت باش نقوله كله قالوا هو. قالوا هو. قالوا كله صحيح. هذا صغير وهذا اكابري و... لا لا ما تزيدوا علينا كم بالكوستيمات، عندنا الكوستيمات راه. اجي نحل لك جلسه نوريك، وما نلبس كان هذه انا. انا ما نلبس كان فيها. ما نلبس كان فيها، ويزيونا من الافلام، ويزيونا نقص الحزب. كارتاج ما فماش كارتاج، الا ما نقعدوا الناس كل على الطاوله ونشوف شكون يستحق كارتاج. بالرشاوي وبالدزان وعندي شكون وعندي ما عادش، والله الا ما نعتصم لكم هذيك، والله والله لا عاد واحد ياخذ كارتاج ما يستاهلوش. وكارتاج اش معناتها كارتاج؟ وقبل لي ماهيش كارتاج، انا سميته بشني. توا في الجنوب يقولوا قال الدلاجي بشني هو كارتاج الجنوب، اش معناتها؟ هذوكم حطهم غادي في الكليماتيزور وانا تبعثني لاخر الدنيا، هذوكم من حقهم عليا باش نمشي لهم، ونمشي لهم هما الاولانيين. والدلاجي سقيه في الركاب ويخلص على الطاوله ويمشي عروض مدعمه للمهرجانات الصغرى، والمهرجانات الكبرى في المرتبه الثالثه والرابعه والخامسه والعاشره عندي انا. لكن من حقي كارتاج اذا كان انت تاخذه ما تستاهلش، انا نستاهل وموجود واكثر منك باللي تحب، بالحب، بالثقافه، بالقباحه التونسيه اللي هي تمشي الى حد الوقاحه. ردوا بالكم، ولا وما ضاف، فما واحد اسمه البوعزيزي حرق روحه من اجل الحريه في البلاد هذه. ردوا بالكم، حتى واحد ما شجع بعد علينا قال له اكابريه اهبط انت وشوف عازفينك وتسكر في تليفونك وتعديه على مدير الاعمال ودرا شنو، وتسكر خشمك وتبدل صوتك. وسوا ديزون سيفلان مازال ما جاش، سيفلان راقد. حسوا بالناس، حسوا بالناس، البلاد هذه ردتكم عباد، حسوا بالناس، البلاد هذه ردتكم عباد، ردوا لها ولو قليل. برافو الدلاجي. ما سؤالي خل ثبت حاجه، يعني انت كي باش ترى واحد في كارتاج دخل بالمجاملات وبال باش تعتصم؟ باش نعتصم؟ ماكش باش تفلت حق النبي لما خليها لكم تاريخ في البلاد. انا عارف، اقسم بالله صارت ثوره في البلاد وعاودنا رجعنا من الجديد وفسخنا ودقدقنا، قاعدة كان افريكا ولا انترناسيونال واقفين، نعاودنا من الجديد. دونك فما برشا حاجات ما تعاودتش، وقتها باش تتعاود، وقتها باش تتعاود. انت عندك شكون وانا عندي ربي؟ انا اقوى منك خاطر عندي ربي، لكن على الارض انت اقوى مني. وللحديث بقيه قدام ربي نتحاسبوا الناس كلها. يلا والله اللي حكايه الدلاجي نعيشوا فيه نحن في الحصه الفارطه، بالوسطات ياخذوا في كارتاج، جبنا فنانه تونسيه، وبالوسطات ياخذوا في 100 الملايين وما يعملوا في حد شيء، ياخذوا 100 الملايين ويهبطوا الكراهب يصرفوا 10 ويحط 90 فنانين ميتة بالشر. انا كي تكلمت على بلقاسم بوقنا، كي تكلمت على بلقاسم بوقنا توا ولا في العسل، بلقاسم بوقنا توا محمد الشارني ولا في العسل. شبيك ماكش انت المبادر وجبته قبل ما نحكي انا على اسمه 20 مره في الراديو والتلفز؟ على الله نتاع شكون اللي خنتها الشعب الكل؟ بلقاسم بوقنا عملت منها العمارات تاع بلقاسم. باش نأيد لك كلامك، دونك احترموا الناس يعيشكم، ولا ولا للمركزيه. اما نحبك كلمه صراحه تونس بيا. تونس العاصمه، تونس ماهيش تونس العاصمه، دلاشين. تونس راهي مش شافه للحافه، باش ما نقولش حاجه والله بلاشين. ونحبك الصراحه ذي، باش نوريك كابتور انا تعديت على فنانه جبناها الحصة الفارطة، هو راهو في نفس الحكاية بتاعك. أمان تعليق، أعطيوني الكابتشور ديكران هذه، خليني شنو هو مكتوب فيها. هذايا اللي يحكيه ويشكره، قلت لكم بدلوا لي الروتور باش نشوف، ما حبيتوش تبدلوا الروتور، ما نجمتش نقراها شنو أقراه لي تراها أنتوما. هاي اللي يحكيه ويشكره، اللي كانت تغني توا فهموني بربي، ترش علينا في العسل، تحتضنوها وين؟ وعملت دي بوان دانتروغاسيون، هي غنت معناتها تحتضنوها وين؟ سي محمد الاسود رئيس الفرقه الوطنيه للموسيقى. اي كانكم صريحين توا جاوبوني انا كابتور ديكرون على ديمونش حنا بعد على فنانه جات. تنجموا تتكلموا ولا ما تنجموش؟ فنانة طفلة جات غنيت، نقولوا تحتضنوها وين؟ ما معنى؟
هذا التعليق نتاع سي محمد الاسود. نتاع سي محمد الاسود. على الفنانة اللي جات. على الفنانة اللي غنيت الجمعة اللي فاتت. فنانة محترمة، بنية تعرف تغني. شكرها عبد الرحمن العيادي، رجع لعبد الرحمن العيادي. وكأنه معناتها خليكم تشوفوا الفيديو تتفهموا الحكاية. صحيح صحيح. اعطيوني الفيديو نتاع البنية الرد نتاعها، إيناس الساحلي المطربة إيناس الساحلي. تحية لكم وتحية لقناة حنا باع اللي عطتني الفرصة اليوم باش نوضح بعض النقاط ونرد على شخص صدقوني لا عمري شفته ولا عندي به حتى علاقة، اختار يتهجم عليا بطريقة صدمتني. الشخص المفروض انه يكون قدوة للموسيقيين، الأستاذ والمايسترو العظيم للفرقة الوطنية محمد الأسود. بعد ما تعديت الجمعة اللي فاتت في ديماج حنا باع كنت غايبة 14 سنة، وذي حاجة قلتها أنا في وسط البرنامج، ونشكر سي عبد الرزاق اللي هو أعطاني الفرصة أنه أنا نكون موجودة في الحصة متاعو. رجعت بشوي بشوي وقاعدة نقرأ عن سيني زربو، صحيح قاعدة نقرأ في الفوكاليز، ما نحطموش إنسان مازال كي تطلع وأنا نعرف إيش عندي في صوتي. كنت منتظرة النقد بعد مرور في الحصة، الصراحة كنت منتظرة نقد بناء نتعلم منه ونصلح، نقد فني، نقد موسيقي. ما راني بعد التشجيع اللي لقيته من الناس الكل يجي سي محمد ويهبط ستاتيو في صفحته ويتهجم بها عليا بإيحاءات تمس من شرفي وبعيدة كل البعد عن النقد الفني. حاجة وجعتني برشا خاطر ما وصلته بشيء، اللي كان حب ربي يكون أول المشجعين الفنانين في تونس، بالأخص أنه أغلب الموسيقيين اللي تابعوني متفقين على أني كنت في مستوى محترم في الأداء وعملت حتى خطأ. رجعت وجاوبته باحترام وما حبيتش نهبط للمستوى اللي كتب به، والواضح مانيش أنا المقصودة مباشرة. عملني قنطرة باش يقلل من شأن أستاذ كبير وقام من قامات الموسيقى في تونس عبد الرحمن العيادي على كلمة حق قالها، هو لا قال أنا صوتي كيف أم كلثوم ولا ذكرى محمد الله يرحمهم. قال كلمة باش يشجعني، نحب نتوجه للسيد وزير الشؤون الثقافية ونقول له أنا اليوم تظلمت وتوجعت وتعرضت للعنف اللفظي وتنسيت في عرضي، ونحبك تاخذي حقي. انا فنانه نحب نغني في بلادي بروح جديده وحلم كبير، نلقى ناس تحب تقص لي جوانحي. نحب نتوجه لهذا السيد اليوم ونقول له انا مش باش نسقط على حقي، انا ما غنيتش في اسرائيل ولا هزيت الفرقه الوطنيه للكباريات باش نعمل بهم حفلات خاصه، مع العلم انه كل شيء موثق عندي. ونحب نقول للسيد هذايا اللي هما شاكين به في قضايا فساد، ونحب نقول له اللي انا باش نتبع قضائيا. خلاص الكلام، ما دام عندنا ناس في الميدان الفني تفكر بالطريقه المريضه هذه عمره ما تقوم لنا قائمه. توا فهمتوا الحكايه، هذا الرد نتاع ايناس الساحلي المطربه اللي جات، هو فيديو عمله عبد الرحمن العيادي يشكر فيها وعديناه في نفس الحلقه. كان رد محمد الاسود بتلك الطريقه. يظهر لي قعدنا نحكيه في نفس المعنى، هذا اللي حبيت نقول. علاش ما نحبوش بعضنا؟ علاش محمد الاسود ما بالحق يحتضن الفنانه ذيك مثلا، مش يقول منين وجبتوها ودر شنو ودر شنو ودر شنو، ما عرفش شنو تعليق. انا شخصيا شكو من يقيم من؟ بالضبط، ما نقيموش بعضنا. في 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 في, في الادب الموسيقي راهو وقت اللي تبدا انت تزن في الدار مغروم ولا موهوب، وعندك ولدك يصفق لك وبنتك تصفق لك، راهو عندك جمهور. خلينا من هذا، راهو كل انسان حقه يكفله له الدستور باش يغني. باش يغني. وهذه قناة خاصة، حتى القناة الوطنية راهي ماهيش فما اليوم إدارة تقول لك أنا نجيب هذوما، راهو مش قرآن خاطر أنت تجيب هذوكم يعني هذوكم الصحاح، غدوة تتبدل الإدارة يولي الشق الآخر يجي. دونك الفن نسبي والإبداع نسبي، لكن أخطر من هذا رزوقة. أنا نحب حاجة، خليني من البنية إيمان الساحلي، خليني مطربة. فما حاجة كثيرة. الكل ده كلينا العصا في بدايات. اما حاجه خطيره. اما عبد الرحمن العيادي ومحمد الاسود. عبد الرحمن العيادي ومحمد الاسود. ونخليكم التعليق لكم انتم. فما حاجه اخطر. عبد الرزاق سامحني رجاء. خلي رجاء ونرجع لك كمان. دلاش. سي عبد الرحمن العيادي اكيد تحيه لسي عبد الرحمن. وزاد الاسود زاد نعرفه يعني نعرفه كان كمان جاتي. لكن كي نشوف سي عبد الرحمن قيمها انا ما سمعتهاش. مادام قيمها سي عبد الرحمن العيادي كقيمه فنيه معناها راهي باهيه، مستحيل سي عبد الرحمن العيادي باش يقول لك يعني هذه تنشز ليسونسيال ما خرجتش من الطبقه ما نشزتش. بالنسبه لي انا فنانه كي نسمعها ما قالتش ام كلثوم نسمع فيها، قالت كان لا قلت لا ام كلثوم لا شيء، نأدي صحيح هكا ولا سي جلول؟ مادام تأدي صحيح شنو المشكله؟ يعني نسمع فيها شيء بايخ خير. لا ينجم سي محمد الاسود ينتقدها، ينجم.
اما يقول راي ما غنيتش بالكدا مش إيحاءات ولا اشياء. جلول معناها الجمعه اللي فاتت كانت معنا الفنانه ايناس الساحلي. للامانه انا كموسيقي وك عمري كامل فكرت فيها على بعض. يظهر لي تعرف انت كي تسمع واحد يغني. اكيد هذا جلول يظهر لي عندي حق باش نقول وذني صحيحه. اللي سمعته طفله تغني صحيح وتغني باحساس، لكن كيما بالضبط الملاعبي اللي ما يكورش القدم. لا خلينا من هذا فاهمين ما قاله محمد الاسود. هل معقول خنكمل. في الفرقه الوطنيه مسؤول في وزاره الثقافه راه يعني انت تاثر المطربين وتاثر الشباب هذا شنو هنا؟ هنا ما عرفتش تغني يا سيدي، ما تعرفش تغني. المفروض ننقدوا النقد، يعمل نقد النقد صحي يعني ايجابي، نقد ايجابي يا سيدي، مش ايجابي مش ايجابي، نقد عادي. نقد يا اخوان نقول لبنيه اللي عديتوها في ديمونش حنا بعد اللي اسمه ايمان الساحلي اي راهي ما تعرفش تغني مثلا، ما تجيش والله حقك يا محمد الاسود. ما تعرفش تغني، ما تجيش الكلمه هذه ما تعرفش تغني. كي مثلا نقول لا يقول مثلا نهارتها ماهيش في بالضبط في صحنها، ممكن نهارتها ما غنتش بالكدا، خرجت على الطبقه عملت نشاز طاحت في الميزان. هذا كان صعيب النشاز عبد الرحمن العيادي اللي قالوا عليها. عبد الرحمن استاذ اولا ساعة ملحن قدير شنو عمل لي سكسي بتاع الاغاني انت مرادي شنو كثير الحمام كل ما يقارنش مع حتى حد. سي عبد الرحمن خذني امي كل اعطيهم. سي عبد الرحمن لقب بالموسيقار تونس معناه الاكبر الاول. عبد الرحمن وكذلك معناها ثم ثله من الملحنين الحلوين عبد الكريم اصحابه الجيل هذاك الجيل الذهبي اللي نتعلموا منه. يلزم محمد الاسود يتعلم منه. انا والله محمد الاسود بيده مش معناتها خذ المسؤوليه مازال ما يتعلمش. تخذ المسؤوليه ما يتعلم الكبارات. انا مسؤول هنا لكن نتعلم الكبارات. يلا ما تخلينيش نتكلم، ما تخلينيش ننطق. كان باش تبكيني راك انت الاولاني. هاني بكي واحنا بدينا عشوية اللي تندب واللي تبكي واللي عارك واللي توا هذا اللي يطلع ولا واللي نجم والله واللي يحب يولي نجم والله العظيم. خليني نحكي طب. انا مرأة طيبه كي قريت الكومنتير قال شكون يحتضنها والله ظنيته معناه يقول شكون معناتها ما نقولوا احنا الفنان الصغير ما لازم فما موسيقار ولا حد اللي يحتضنوا معناه فنيا. ما خممتش التخمام الاخر وخيتي ما كانش متومه هذايا تخموا فيه. انا والله لا خممت فيه حاجه دونيه. هذا سي محمد الاسود خاطر نعرفه انسان رقيق وشادد فرقه كامله وشادد الدنيا والحان وغنى باش يقول زعما هكا يظهر لي نيته صافيه هو. وما نعرف توا كان محمد الاسود يتفرج فينا يطلبنا نقول شكون الصحيح انا ولا عبد الرزاق. كلمه واحده ما كانش انا باش نتعاركوا اليوم. أنا بالنسبة لي أنا الحقيقة متاع ربي قلت لك مرة وقلتها، أنا لا أحترم النوايا اللي تكتب الاحتضان الفني. نهزه للبوزيتيف أكثر خاطر محمد الأسود الحقيقة اللي نعرفه، أنا نعرفه على الأقل 25 سنة، نعرفه بريء من الحديث المبطن والمفخخ ولا لكن لكن لكن, لكن انطلاقا من اللي صار وللحديث اللي نحكي فيه عنا برشا ولينا العار ولينا نعايره. أيه. اسهل حاجه تعاير بها امراه تمشي لها لك الكوتي هذيك الفجور والعقوق الاخلاقي دونك كي تحب تقيم فنيا. وفاش قام تقيم يا اخي هي قيمتك، مش نحكي على محمد الاسود، على التقييمات على الفيسبوك واللي ماشي في البلاد. هذاك بيه وهذاك عليه برا، اللي بيه سكره بيه صبات برا. انت اخدم على روحك وصلح من روحك وسيب الناس على روحك. يلا خلينا نسمعوا رجاء، اعطيوني الميكرو نسمعوا رجاء. رجاء شنو باش قبل ما نسمعوا رجاء شنو نغنيوا؟ رجاء اكل فرده راي مش متاحه تبعتني انا خاطر انا توا انا سي محسن الشريف اي خليها تلبسها خاطر انا سي محسن الشريف شايله سيدي الاخضر. صباحنا اليوم تعطيني انت توا الفرده من فضلك. اعطيني الميكرو انا اعطيها الميكرو تعطيني الفرده اي برا بدلها اعطيها الفرده يا رجاء. الفرده الاولى رجاء بن سعيد. Oh.
الليل 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 الليل
اللي الموال العشاق وجناح الشوق الاشواق يا عيني لي اليوم تصويرة أخرى، اليوم إحساس آخر، اليوم صوت آخر حسيت، والله العظيم والله اليوم برافو. هذه رزوقة أونتر بانتيز مغرومة بها، شفافة نحبها برشا ملي صغيرة نغنيها. ما جات الفرصة اليوم شنو نقترح عليا بسام فرزة يعطي الصحة، تحية الفرقة بسام فرزة والأساتذة اللي معاه، اللي هو اختار عليه البروجرام الكل اختاره هو نتاع اللايف. تعرف شنو الحال تكون غنية وأنت ما عندك رأي راه يلزمك تختار أنت زاد. لا عجبتني أنا قلت له شوي كل شيء على ما تخلط عليا الشيء مش نغني شنو، قلت له باهي شوي فضل أعطيني الليل. قص على كلمة بربي قص عليك وعلى كلمة على محمد الأسود، مشيش يقول هذوما تحاملوا عليا. حاب نقول هذا راهو لا ينقص من قيمتك ومن كفاءتك ومن مسؤوليتك ومن اللي انت من النوعيه الاولى في تونس. هذا لا يعني في العالم، ولكن كلمه في العالم الحق نقولوها باش نرجعوا نعدلوا شويه المسار. محمد الاسود في العالم العربي مشهود، ونحب نقول حاجه. اي رتم احلينا قديش انا توا هكا متشنج وشخت. اي رجاء محليها كونفيرمي لولا الفرقة ذيك تسمعوش حاجة هك. لا يعني تحية للعازفين تحية للعازفين صورهم يا سيد المخرج. فما دوسي نحب نسكروه بالحق، نحب نسكروه والدوسي ذا يقعد ديما برش حكايات عليه، لكن أنا باش نسكره بطريقتي، باش نوريك الفيديو له وتقول لي وين ونسكره. يلا تفضل. يلا هذا فيديو وينه؟ هذاك في إيلات. في إيلات اي في مدينة إيلات. الدعوة منين تجيك؟ الدعوة تجي من عند المتعهد غادي معناتها للحفلات غادي يطلبوك انت بالذات. توانسة التوانسة يطلبوني. يعني التوانسة هما اللي يطلبوك؟ التوانسة هما اللي يطلبوا. جيب لنا سي محسن الشريف هذا نحبوه على خاطر يغني التونسي بتاعنا وراو الجورنو والشيخ العفريت، نحبوا نعملوا به الويلة. هكا يبدا عنده معارس ولا يبدا عنده مناسبه ولا تفليم ولا بيغ ميتزفا ولا حاجه هكا نتاعهم، يجوا نمشي نزهي عليهم شويه. مش كان انت الفنان التونسي؟ اكيد برشا فنانين. اكيد
قلنا علاش انت هزيت الحمل؟ اللي هزيت الحمل على خاطر وقتها في سهريه من السهريات قلت يحيى بيبي نتنياهو، الكلمه المشومه قلت يحيى بن علي قبلها، قلت يحيى بن علي وقتها في عهد بن علي، في عهد بن علي ما عنده ما يلزمك تقول يحيى بن علي في الوقت هذاك، ويلزمك تقول وقتها زاد يحيى نتنياهو. اش نعمل؟ ما كاينش تولي لك شكون يعرف بالك ما نروحش؟ اه يلا غالبي نعملوا به في غيبته، اش عندنا نعملوا؟ هاي شوف الفيديو الثاني ونسكروه بالحق. يلا يلا شنو تقول راؤول جورنو؟ انا خايب صوت. لا محسن الزماره نتاع راؤول جورنو. لا محسن عزفت معاه انا راؤول جورنو، عزفت مع راؤول جورنو يا عيني. لا تعرف شنو الضحك؟ ريت علاش قلت لك باش تسكروه محسن؟ لا لا نحكي لك الليله باش تسكر. يهب الراؤول مطرب يغني التونسي، التونسي الاصيل نتاعنا يغنيه، يتبعوا بالكدا بالكدا، وكان حبيبنا احنا فرقه اذاعه، وديما ثم الضحك بالعلجية الله يرحمه خزر له، قالوه يا راؤول تي هاك كبرت، ايش قال راؤول؟ قالوا خير من اللي ما يكبروش، خير من اللي يلا هذه فين؟ هذه فيلت اقصى من اقصى الجنوب. اه في نفس المكان تقريبا، في نفس لا هذه سامحني في في نتانيا. نتانيا اي بلاد اسمها نتانيا. باهي محسن، لو يتم تو بعد هالضجه وبعد هالشيء هذا كله اللي عانيته واللي نعم. ما عادش الناس عندهم حق، ما عندهمش يلوموك، ينجم فما ناس عندهم حق لموك، وفما ناس ربما يقول لك تو التطبيع اصبح موجود في بلدان عربيه واسلاميه وهذا موجود. نعم. لو تم دعوتك مره اخرى تخمم مليح. والله شو نقول لك، انا على كل حال نامل الا كونه يصير بقدره ربي السلام، على خاطر قداش باش نقعدوا احنا هكا توا في الحروب في المزقه، الوليدات نتاعنا شيء منهم قاعد يمشي وشيء منا قاعد يمشي، ناخذوا حقنا يا ريت. اكيد 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 بدون تنازل بطبيعه الحال ناخذوا حقنا. لا لا بطبيعه الحال ايه؟ الحق المسلوب يلزمه يرجع، يرجع لماليه، يرجع بالامور المعقوله اللي اتفق عليها الامم المتحده وحدود 67، وترجع معناتها الفلسطينيين ياخذوا معناتها الاراضي نتاعهم ويكونوا دولتهم، وهذا قالوه، واحنا توا ماناش في موضع نتاع السياسه. وبالتالي انا نتمنى لو كان يصير السلام ويصير تطبيع بعد ما ترجع الحقوق لماليها، هذا شيء متفق فيه. هذا هو. اعتذرت للجمهور؟ اعتذرت قداش من مره؟ اكيد برشا مرات، برشا مرات، برشا مرات. قبلوك الناس؟ قبلوني يعطيهم الصحه، الا زملائك بعض زملائك. لا زملائي قرقوا بي، قالوا لي كان عندك ماشي اخرى نمشيو معاك. لا عاد فعلا سيدنا كيف ما قاعد نقول لك مالا سكرناه تو الموضوع، سكرناه والحمد لله. تو سي محسن المره الجايه يجيبوك في التلافز ولا انا نجيبك؟ قل لي الموضوع هذاك ما عادش تحكيه لي وانا ما عادش نحكيه لك. بالضبط. ونعتبر الموضوع اغلق نهائيا. عبد الرزاق قد ما استدعيتني في البلاتوات حتى مره ما جبت الموضوع في طبك الموضوع. بالضبط. والله لا جبت، والله حتى عليه كان لين معايا زاد استدعاني مره. انا ما جبت لك جمله بالذمه وتفصيلا حتى طريقه. اسمع انا وقت يكثر الضرب. عبد الرزاق كيفاش ما لا قلت لي محسن انا نحترم لي زانفيتي نتاعي وما نحبش نحرجهم، ما نحبش نحرجهم وخصوصا وقت الضرب. صحيح. وخصوصا وقت هجمه كبيره عليك يا وخي نزيدك انا. اي معقول بارك الله فيك، بارك الله. يلا نمشي وضحك ولعب وجد وراجعين فاصل. نمشي فاصل ونرجع.